قال الشيخ محمد صالح العتيقي أحد المناضلين ضد الاحتلال البريطاني إن جيش الاحتلال البريطاني كان يعتقل العديد من المناضلين الأحرار في سجون المنصورة ويعذبهم أبشع أنواع التعذيب. وهجموا على الإنجليز وأنا في حفت المحضر في دار سعد، أنا ومجموعة من الفدائيين منظهم علي محمد البيحاني ومجي صالح بن حيدرة وأحمد مساعد الخليفي وأحمد صالح الحدب الكاذبي، وهجموا علينا الساعة 2:30 في الليل وسحبونا إلى رأس مربط وتم تعذيبنا لمدة شهر. غاصيت أفظع أنواع التعذيب في رأس مربط، وبعد شهر يعني تعبت دهورت صحتي، وبعد ما دهورت صحتي حولونا إلى سجل منصورة معتقل سياسي. بعدين وجدت في سجل منصورة يعني مناظرين كبار، محمد صالح العولغي ونور الدين قاسم وأبوكر شفيق وحسين جاوي وعادل محفوظ خليفة ومحمد علي قرقرة كلهم هذول من عدن، وحسين جاوي ومجاوي آخرين، يعني أكثر من 100 نفر من المعتقلين. وأوضح الشيخ العتيقي أنه ثار مع عدد من المناضلين على الاحتلال البريطاني ونفذوا العديد من العمليات الفدائية ضده. قد كنا نقوم بأعمال ناجحة ضد القوات البريطانية، لأن المواطنين في عدن كلهم ثوار، ثار الشعب في عدن كله صغير وكبير، ولما يشوفونا يعني يستقبلونا ويسحبونا بيوتهم، لما يجرون الإنجليز بعدنا يتابعونا يخبونا، وكانوا يساعدونا ثوار عدن كانت ثائرة كلهم ثوار، وقمنا بأعمال ناجحة ضد القوات البريطانية لا داعي ذكرها. كما طالب الشيخ العتيقي الشعب اليمني بترك العنصرية وتوحيد الصف ضد الأطماع الخارجية. يعني أبن الشمال أبن البيضة اللي يعني كانوا مجاميع كبيرة من الفدائيين عندهم في البيضة وكانوا يقوموا بهم ويساعدوهم، وأبن تعز هم أحسن ناس تعز استقبلونا وفتحوا لنا بيوتهم، وأي إنسان ما عنده أكل والله إنهم يأكلونه، يقول تعال دخل مطعم أكل، وكانت عندهم رحمة. وأكثر المواطنين أكثر من الشمال مع جبهة التحرير، إحنا معنا فرق كبيرة جبهة التحرير وإحنا أخوان، ولكن في الأيام الأخيرة طلعت فرقة عنصرية، هذا يقول لك شمالي وهذا جنوبي وهذا مدري إيه وهذا بدوي وهذا ضالعي وهذا يافعي، وصارت عنصرية. فنحن نطلبنا الآن، إحنا كبير السن، أطلب من جميع اليمنيين شماليين وجنوبيين يتركوا العنصرية، يتركوا العنصرية وصفوا قلوبهم.